بنتكلم على الـ imaging of the thyroid and the parathyroid gland، وهم دولت النقط اللي احنا عاوزين نستوعبهم إن شاء الله. بعض الحاجات الأناتومي البسيطة، وبعدين اتكلمنا على اللينجوال ثايرويد وهنتكلم عليها مرة تانية، وبعدين على الثايرويدايتس وفي منها بايوجينيك وهاشيموتوز وريدل ثايرويدايتس، واتكلم على السيست والجويتر والكانسر واللينفوما، وفي الآخر خالص اتكلم على الثايرويد ميتاستاسيس. الثايرويد جلاند طبعا كونيكال ان شيب او عامله زي الهرم كده، والايبكس بتاعتها عند نص الثايرويد كارتليج، والبيز بتاعتها عند رقم 6 تراكيال رينج، والحجم بتاعها 5 سنتي في الطول و3 سنتي في العرض و2 سنتي في التخم، ودوت البلاد سبلاي باي ذا انفيريور اند سوبيريور ثايرويد فيسلز. اللينجوال ثايرويد اللي هي الاكتوبيك ثايرويد جلاند، وقلنا ان هي بتطلع عند الفورامين سيكم وتنزل لحد اللور بارت اوف ذا نيك، ممكن تقف في اي مكان، كومنلي بتقف في اللي عند البيز اوف ذا تانج او في الماوس فلور، او تقف في اي حته في المكان بتاع الثايروجلوسال داكت سيستم. واحنا طبعا بنعرف ان ديت اكتوبيك ثايرويد من الهايبر دنسي بتاعتها في الوزاوت، من وجود الكالسيفيك فوساي، من ان مفيش ثايرويد موجوده في المكان الطبيعي بتاعها، ودي نسبه كبيره جدا. وعلى فكره في بعض الناس بيكون عندهم اكتوبيك ثايرويد وعندهم برضو ثايرويد صغيره هنا في المكان طبعا يعني اللي مش في باله قوي الموضوع دوت فريكوينتلي، وانا شفت الحكايه ديت بنفسي، بيتشخص دوت كارسينوما في الماوس فلور، و بي 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 لما بيتاخد منه بايوبسي علشان تكونفيرم الدايجنوز بيفور سيرجري بيطلع كده. واحده من الطرق السهله تكونفيرم ذا دايجنوزس اللي هو الايدين سكان، اللي هو اصلا بيتاخد بالثايرويد جلاند. الحجم بتاع الاكتوبيك ثايرويد ممكن يكون ضخم جدا بصوره مفزعه يعني، ومن غير صبغه بيكون لوحده هايبر دنس، لان كميه الثايرويد الايودين اللي موجوده فيه عاليه جدا، والايودين هو اصلا اللي بيعمل راديو اوباستي في الصبغه، ولما بنحقن صبغه بيحصل significant enhancement. بالنسبة للإنفكشن في الثيرويد، قلنا إن الثيرويد is very resistant للإنفكشن، لأنها هي مستودع الأيودين في الجسم، ولكن ممكن يجي لها من كذا طريقة، ممكن عن طريق التروما وعن طريق البلود ستريم أو عن طريق الحاجة اللي أنا قلت لكم عليها قبل كده اللي هي الفيستولا ما بين البايرفورم ساينس وما بين الثايرويد، اللي هي تعتبر ثيرد ارش برانكيال كليفت انومالي، هي بتؤدي الى فورميشن اوف تراك ما بين البايرفورم ساينس وما بين الثايرويد، والتراك دوت هو اللي بيوصل الانفكشن الى الثايرويد جلاند، اند ذس از فيري يعني فريكوينت في الاطفال، ودايماً بيكون موجود على الناحية الشمال. Then if you see a child with left-sided thyroid inflammation and you know that this is most likely will be a third branchial cleft anomaly resulted in a fistula between the piriform sinus and the thyroid gland وأدت إلى حدوث هذا الانفكشن والبريكداون. بعدين وريت لكم الحالة ديت قبل كده في الهيد اند نيك انفكشن، اللي هو inflammation around the thyroid with regression بعد الانتيبيوتيك ثيرابي، and you see the degree of inflammation بقت اقل بكتير جدا من الاول. And this is thyroid abscess، ان هو ده الثايرويد لوب السليم، وهنا marginally enhanced lesion multilocular موجود في الرايت لوب اوف ذا ثايرويد جلاند. نيجي بقى للهاشيموتو ثايرويدايتس، ودوت واحد من الاوتو اميون ديزيزز اللي هو دلوقتي بقى كلاسيفايد مع الاي جي جي 4، و
على عكس كل الحاجات بتاعت الثيرويد في الستات اكتر، الهاشيموتو في الرجاله 7 مرات ضعف الستات. والكلينيكال بتاع الهاشيموتو ان بيكون في ثيرويد انلارجمنت، ممكن تكون سيمتريك او اسيمتريك، العيانين بتزيد قوي في الوزن، ممكن يكون في ماسكول سكليتال بين، وممكن يكون في انفيرتيليتي بروبلمز، وممكن يكون في منسترال ابنورماليتيز برضه. في الالترا ساوند تقريبا المنظر دوت مشهور، اللي هو فاين لينير ايكوز ديو تو فايبروز، يعني تلاقي خطوط كده ماشيه وتحس ان الجلاند نفسها زي المنظر ده كده، فيها كور كور كور، وان هي ديفيوزلي انلارجد، ولما تعمل لها سي تي ما بيطلعش فيها المنظر بتاع الجويتر اللي احنا عارفينه، اللي هو كتل سودا وكالسيفيك فوساي وكده، لكن ده جلاند از مودريتلي انلارجد، وبعدين ليها لوبيوليتد اوت لاين، بتحس ان هي نودولر كده من جوه شويه. على كل حال معظم حاجات الثايرويد بتتحل بالبيوبسي، والبيوبسي هنا افضل حاجه على الاطلاق باي الترا ساوند. ان انا لما بيجي لي حاجه تتاخد من الثايرويد او من النك بصفه عامه ببعتها للجماعه بتوع الالترا ساوند، بيبقى افضل بكتير من الشغل بالسي تي. ففي حاجات بسيطه جدا جدا هي اللي مش محتاجه بيوبسي، لكن معظم الحاجات التانيه بتبقى محتاجه. يعني المنظر ده اللي انتوا شايفينه هيبقى متكرر مثلا في الليمفوما او ذا تايرويد جلاند، وساعتها مش ممكن تحسم الموضوع الا بالبايبس. اما ان الهاشيموتو بيبقى معروف قوي في الالترا ساوند، فانا يعني ما عنديش خبره في السونار قوي، لكن اكوردنج للليترتشر هو ده المنظر اللي هم قايلين عليه، ان هو diffuse enlargement of the thyroid gland with heterogeneous echo، وفي المايكرو ايكوز ديت ديو تو فايبروزس زي ما قلنا قبل كده، ولو عملنا دوبلر بنلاقي فيه هايبر فاسكولاريتي. والهاشيموتو زي ما انتم عارفين واحد من البري ديسبوزنج فاكتورز للانفكشن العادي، وبرده للبابيلاري ثايرويد كانسر. والكتب بتقول ان لو في نوديول بذاتها واضحه جدا جوه الجلاند، this nodule should be biopsied تحسبا لموضوع الـ possibility بتاعت المالينس. الريدل ثايرويدايتس برضو واحد من الـ IgG4 ليجنز، وهو مشهور قوي في الستات، كل حاجة الثايرويد في الستات أكتر، وهو عبارة عن extensive fibrosis of the thyroid tissue، والفايبروزس بيخلي الجلاند stony hard زي الصخر كده، ولما تعمل لها ام ار اي تطلع سودا في جميع صور الام ار اي ديو تو الفايبروز. وطبعا الفايبروزس دوت ليه علاقه بالريتروبريتونيال، وليه علاقه بالسكلروزنج كولانجايتس، وهما الاثنين دولت مع ده محطوطين في الاي جي جي 4 ريليتد ديزيز. في بعض الاحيان السيجنال بيبقى كاركترستيك، وفي بعض الأحيان بيبقى صعب عليك إنك تفرقه من الليمفوما أو الكارسينوما. مثلا هنا and this is by CT، شكل الثيرويد prominent شوية لكن ما فيهاش حاجة يعني impressive لديزيز معين. في الـ T1 وفي الـ T2 أسود جدا، ولما تحن صبغة تعمل faint contrast enhancement، وحتة صغيرة قوي بين الثيرويد تيشو مش متاخدة، فمورية the normal appearance of the thyroid gland. بغض النظر and this is another example، والريدلز معروف ان ممكن يكون فيها dystrophic calcification، وان الجلاند is moderately enlarged، وان هي بتبقى تقريبا jet black او dark very dark signal in the T2 weighted image due to the extensive fibrosis اللي موجودة فيها. بعد كده عندنا الثيرويد نوديولز، وزي ما انت شايف كده 95% of thyroid nodules are benign، و5% هما اللي مالجنا.
والبناين يا إما ثايرويد سيست يا إما أدينوما يا إما ثايرويد هايبربليزيا، يعني اللي هو بتاع الجويتر وكده. أما المالجنانت فهم الأربعة دولت المشهورين اللي هم البابيلاري، وده أشهر واحد فيهم، ووراه الفوليكيلر، وبعدين المدلري، وبعدين الأنابلاستيك كارسينوما، وبعدين تحط هنا وقت الليمفوما، وتحط كمان الميتاستاتيك ديزيز. الثايرويد سيست جبنا سيرته قبل كده، وقلنا إن إحنا عندنا أربع سيستات في النك، واحد في النص اسمه ثايروبلوسر داكت سيست، واتنين على جنب، واحد صغير اسمه برانكيال كليفت، واحد كبير اسمه سيستيك هايجروم. وقلنا إن في سيست رابع اسمه ثايرويد سيست، وهو موجود انسايد ذا ثايرويد جلاند، و في الغالب السيست دوت ممكن يحصل فيه internal hemorrhage فيعلي السيجنال بتاعته، وفي الغالب برضو السيست ده محتاج إنك أنت تأسبريت الكونتنتس اللي فيه علشان تو ديتكت ثايرويد سيلز، فتعرف ان هو اوف ثايرويد اوريجين، وتستبعد وجود مالجنت سيلز، فتستبعد البوسيبيليتي اوف مالجنس. And this is a hemorrhagic thyroid cyst inside the right lobe of the thyroid gland with hyperdense contents due to internal hemorrhage. وفي بعض الأحيان الثايرويد سيست بيكون جواه نوديول، والنوديول دهيت بتبقى عندها ريسك اوف مالجنسي، بالذات لو كانت النوديول اكتر من 50% من حجم السيست نفسه، فبيبقى الانسيدنس اوف مالجنسي فيها حوالي 20%، ولو كانت اقل من كده الانسيدنس بينخفض. فكل سيست جواه نوديول should be biopsied علشان to assess ان النوديول دهيت ما عندهاش underlying malignancy. لأن في سيا سيستيك ليجن ان ذا ثايرويد سواء كان مارجينالي انهانسد او مش انهانسد، then you have to aspirate the cyst to be sure ان هو of thyroid origin، وفي نفس الوقت to exclude the possibility of malignancy. And this is also another example of thyroid cyst. الهايداتيد is extremely rare في النك، ولكنه موجود في الماوس فلور، موجود في الاوربت، موجود في الثايرويد، موجود في الرقبة كده لوحده في أي حتة. وإحنا we cannot differentiate الهايداتيد إلا لو كان في علامة الهايداتيد موجود. السيست زي دوت اسمه simple thyroid cyst، لكن لما بعد شوية انفجر وحصل الإندو سيست بقى واضح، and this is classic appearance for the hydatid cyst. بعد كده كيف يمكن التصرف مع الثايرويد نوديولز؟ كل النوديولز اللي بتتشاف سوليتري المفروض ان يتاخد منها سامبل عشان نتاكد ان هي ما فيهاش مالجننت وكده. الانسيدنس اوف مالجننسي في النوديول لما تكون واحده يكون 15، لما تكون مالتيبل بيكون قليل، لان معظم المالتيبل نوديولز بتبقى بتاعت الجويتر في معظم الاحيان. لما بتلاقي ثايرويد نوديول زي ديت كده، وبعض الناس بتعمل طبعا ثايرويد سكان وتشوف اذا كانت هوت ولا كولد، واذا كانت هوت بتسيبها، واذا كانت كولد بتفكر ان هي تاخد منها بايوبسي. And this is ثايرويد نوديول وفيها هيتروجينس انهانسمنت، ولما خدوا منها بايوبسي طلعت بناين نوديول. الجويتر واحد من الحاجات اللي بتأفكت الثيرويد بايلاترالي، وساعات تنزل في الانتيرير ميديستاينم، بتعمل واحدة من الأربع حاجات المشهورين جدا في الانتيرير ميديستاينم اللي هما الثيرويد والثايموس والتيراتوديرمويد والليمفوم. And this nodular goiter بيأفكت تقريبا 5% من البشر، حاجة عالية جدا، موجود بصفة خاصة في الستات الكبار في السن، والجويتر ممكن يوصل إلى أحجام مريعة جدا عندنا في القصر العيني لحد الديافرام، الثايرويد جلاند نازلة لحد الديافرام على صدر العيانة كده. طبعا ممكن يكون فيها سيستيك ليجنز أو هيموريج أو كالسيفيكيشن، والمالتيبلستي هي اللي بتخلينا
نبقى عارفين ان هو دوت حاجة بناين ومش محتاج يعني بايوبسيز وكده. لما يكون العيانة عندها جويتر وعندها هايبر ثايرويديزم بالتحاليل، يعني بيسموا دوت توكسيك جويتر او توكسيك مالتي نودولار جويتر. الفاميلي هيستوري او مالينسي، او لو كان في نيك ايراديشن لاي سبب إن كان، هم دولت اللي بيزودوا الريسك او مالينسي في الجويتر. لو عملت الترا ساوند بتلاقي سوليد نوديولز within the thyroid gland، وبتلاقي فيها إلى حد ما peripheral vascularity. And this is another example of the thyroid carcinoma, a nodule which is malignant, and you see the echogenic nature of the lesion with extensive hypervascularity، بالإضافة إلى أن الحجم بتاعها أكتر من سنتي، وده برضو أحد الحاجات اللي بتأخذ في الاعتبار لو احنا شاكين في malignancy. وزي ما انا قلت كده، افضل حاجة على الاطلاق انك تعملها بالالتراساوند. And this is a big nodular goiter في كل الكلاسيك appearances، nodules سودا degenerated يعني، وفي foci of calcium، وفي مش متأكدين طبعا اذا كان في retrosternal ولا لا لحد لما نشوف الاسترنال. This is a huge multilocular multinodular goiter affecting the isthmus and both thyroid lobes. دوت الكورونال ايمجز بتاعته وبتاعت الست. وده ديفينيت فيه طبعا ريتروسترنال اكستنشن انتو ذا سوبيريور ميديوستاينم. ديت واحده من الحاجات المهمه اللي الجراحين لازم يعني بيحبوا يعرفوا. الثايرويد كانسر زي اي نوديول جبنا سيرتها قبل كده، إلا إذا كان عنده criteria of malignancy كأن يكون invading the adjacent structures especially the larynx، أو يكون عنده metastatic lymph nodes، أو يكون عنده distant metastasis في الشيست وخلافه، أو إن ال lesion يكون solitary. Solitary يعني في شك، لكن لما يكون multiple فالشك طبعا بيبقى ضعيف. لكن لو كان الليجن كبير فالجويتر كبير، لو كان في كالسيوم فالجويتر في كالسيوم، لو كان في سيستيك تشينجز فالجويتر برضو في سيستيك تشينجز. البابيلاري تايب اوف ثايرويد كانسر هو يعتبر ذا موست كومن، واحسن واحد فيهم على الاطلاق، والبروجنوزز بتاعه كويس جدا، اكسلنت بروجنوزز 90% من العيانين 20 year survival rate. والثايرويد ماس ما بتفرقش عن اي ايتها ماس يعني تانيه، ولكن طبعا وجود مثلا ميتاستاتيك ليمف نودز في الموضوع بيخليك تعرف ان this is most likely a malignant lesion. الميتاستاتيك نودز موجوده في حوالي 50% وما بتاثرش على البروجنوز، يعني حتى لو المريض عنده ليمف نود ديبوزيتس برضه بيفضل البروجنوز بتاع الليجن دوت كويس جدا، اللي هو اسمه بابيلاري كارسينوم. وطبعا انتوا عارفين ان البابيلاري كارسينوما احد الحاجات اللي بتعمل ميلياري ميتاستاسيس في الشيست، وكان الشيست دوت مشهور قوي في الامتحانات بتاعت ايام زمان، انك تلاقي التراكية مزوقة كده وتلاقي نوديولز كتيرة في الشيست، فتقول بقى طبعا لو كنت يعني نبيه ومصحصح ومش خايف والكلام اللي انت فاهمه ايه جات لك. لو شفت حتى لسه في العصر الحديث بتيجي لحد دلوقتي، هو فيلم متشال تحت السرير للطوارئ يعني كده، بس انا مش شايل حاجتي تحت السرير، انا شايل حاجتي في القصر العيني في وقت الارشيف. المهم فتقول ان بما ان التراكية is displaced فاللي بيزق التراكية هو الثايرويد،
وبما ان دولت ميلياري فغالبا يكون ميتاستاسيس، يبقى الثيرويد كارسينوما انهي تايب؟ البابيلاري تايب، ومعاها ميلياري انضباط. And if you see a lesion like this and you see that is unilateral، بالذات يعني الجويتر نادرا ما بيكون unilateral، وفي areas of breakdown وسرح كده جوه اللارينج وعمل invasion of the cricoid cartilage، then you know that this is a malignant lesion. المالجنسي الكومن اللي فيهم هو البابيلري، وده اكتر واحد بيتشاف في الكلينيكال براكتس 80%. طبعا البيت سكان ملوش اي لازمه خالص في الموضوع، لان كل الليجنز بتاعت الثيرويد هتاخد ابتيك. ممكن اي بدور على الميتاستاسز والحاجات اللي زي كده في بعض الاحيان. واحنا اتفقنا لما يكون في سيست والسيست جواه سوليد كومبوننت، السوليد كومبوننت يمثل اكتر من 50% من حجم السيست، then you think of the presence of malignancy، وبتاخد بايوبسي علشان تتاكد من هذا الموضوع. النوع الثاني من الثايرويد كانسر اسمه فوليكولار كارسينوما، الاولاني 80% وده 15%، يعني الفرق جبار جدا ما بين الاثنين. كل حاجات الثايرويد في الستات اكتر من الرجاله ما عدا الهاشيموتو، والليجن دوت ما عندوش ليمف نود ديبوزيتس وما عندوش هيماتوجينوس ديبوزيت، يعني ولا بيعمل كده ولا بيعمل كده، ومع ذلك البروجنوسيس بتاعه مش حلو قوي زي اللي قبل منه. اللي قبل منه بيعمل ميتاستاسيس لكن البروجنوسيس بتاعه كويس. And if you see a unilateral pathology in the thyroid gland وهذا الباثولوجي is not cystic and you think of malignancy، فتاخد بايوبسي منه عشان توصل الى التشخيص. البيت سكان مش مفيد لأن كل الجويتر هيعمل كده وكل حاجة هتعمل كده، لكن الحل الكويس قوي إنك أنت تاخد بايوبسي وتعرف مين هو العين. المدلري تيرويد كارسينوما رير، يعني 3% قصاد 80 بتاع اللي فوق، وليها علاقة بالبرودكشن بتاع الكالسيتونين، عشان كده بتعمل كمية من الكالسيوم الموجود في الجسم بصورة فظيعة جدا في البرايمري ليجن وفي الميتاستاتيك ديبوزيتس بتاعته وكده. وهو لما يكون في مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا هو الممثل بتاع الثايرويد، يعني المدلري ثايرويد كانسر هو الممثل بتاع الثايرويد في المالتيبل اندوكراين نيوبليزيا. الميتاستاسيز موجودة في 50% تقريبا at the time of presentation. Then if you see a unilateral pathology which is extremely hypervascular like this, and you think of a malignant lesion, and you have to have a biopsy to confirm the diagnosis. And this is a big lesion on the right side invading the mediastinum, and you may think that this is neoplastic. You have the biopsy to confirm the diagnosis, and this is the coronal image of the same lesion. المدلري كارسينوما مشهورة بالكالسيفيكيشن، فكالسيفايد ليفر ديبوزيتس، كالسيفايد ليمف نود ديبوزيتس، كالسيفيكيشن اوف ذا اصلا التيومر نفسه. الانابلاستيك كارسينوما اقل واحد فيهم، مشهور بحجمه الكبير، يعني دوت اكبر ليجن في الاربعه اللي فاتوا، وعنده كالسيفيكيشن وعنده areas of necrosis كتير، يعني internal breakdown بيبقى واضح جدا. فأول حاجة التيومر بيبقى من الحجم الفاخر وبيبقى جواه internal breakdown واضح، وبي invade the surrounding structures، يبقى زي ما أنا كاتب هنا in the presence of muscular invasion هو الاسترنوماستويد and the necrosis in an old male، بيخليك تبقى ميال قوي ناحية الانابلاستيك ثايرويد كانسر، حجم كبير قوي invading the adjacent structures وجواه internal areas of breakdown زي كده. This is a big mass unilateral فيها internal areas of breakdown
بتفكر في الانابلاستيك ثايرويد كانسر. الليمفوما بتعمل ديفيوز انلارجمنت اوف ذا ثايرويد جلاند، و80% بتبقى مصحوبه او بري ديسبوزد بالثايرويد هاشيموتو ثايرويدايتس، وتلاقي الجلاند از ديفيوزلي انلارجد وجواها خطوط كده. بعض الناس بتقول ان الخطوط دي واحده من العلامات الكويسه قوي في صالح الليمفوما، بس يعني ما هياش اللي هي بيسموها انهانسنج سيبتي او سيبتيشنز، تلاقي خطوط واخده صبغه ماشيه جوه الثايرويد ماس. الليمفوما في الغالب ما بتشبه قوي قوي الجويتر، ولكنها از هوموجينسلي انهانسد، ما فيهاش كولويد نودولز وما عندهاش كالسيفيكيشن. فلما تلاقي significant thyroid enlargement وما فيهاش areas of cystic degeneration ولا كالسيوم، ومعاها مثلا bulky lymph nodes في النك، and you may suspect the possibility of thyroid lymphoma. And this is another example. And you see big mass of the thyroid gland on both sides. ودولت الفيسلز طبعا مش كالسيوم ولا حاجه. وطبعا في موضوع الجاليوم سكان اللي هو كان زمان بيستخدم to confirm the possibility of lymphoma. اي حته في الهيدن دينيك ما هياش immune من الميتاستاسيز، وعلى راس القائمه البريست واللنج، وقول بعد كده زي ما انت عاوز. المهم يكون في primary malignancy، فيكون في mass في الثايرويد، فتعرف ان this is thyroid deposit. And this is a case of pancreatic adenocarcinoma with a cystic deposit in the thyroid gland. هتقول لي افرض ان هم مخبيين عليا في الامتحان ال history of pancreatic adenocarcinoma، اعمل ايه؟ لا، ده مش كارسينوما، ده سيست، ولا ايه رايك انت؟ سيست وفيها شويه كالسيفيكيشن، وفي حته كومبوننت كده صغير ما هوش يوصل الى 50% من حجم السيست نفسه عشان نقول عليه ان هو مليجننت يعني. فانا بقول اللي موجود ان انا عندي سيستيك ليجن موجود في الثايرويد جلاند على الناحيه اليمين، وفي سمول سوليد نوديول، وفي انترنال كالسيفيكيشن. يطلع ايه يا ابني هذا الموضوع دوت؟ ممكن يكون بناين سيست، وممكن يكون في انترنال مالجنسي. طيب بناين زي ايه؟ زي كولويد سيست وسيمبل سيست وهايداتد سيست وشويه حاجات كده. مالجنسي زي ايه؟ واحد من الثيرويد كارسينوماز، او يكون ميتاستاسيس تو ذا ثيرويد جلاند من حاجه احنا مش عارفينها. ماشي؟ And this is thyroid metastasis from gastric cancer. ما انتش عارف الجاستريك كانسر، يبقى دوت يونيلاترال باثولوجي، وعامل انفيجن للي حواليه يبقى مالجننت. مين اشهر مالجننس فيهم؟ هو المدلري كارسينوما، صح؟ البابيلا البي الاول. طيب بالالترا ساوند اذا لقيت ديفيوز انلارجمنت، فانت الثلاثه دول هم اللي بيعملوا كده، نودولار جويتر و اوتو اميون ثايرويدايتس سواء كان ريدل او هاشيموتو والليمفوم. لو لقيت سيستيك ليجن، فدولت السيستات اللي معروفه في الثايرويد: سيمبل سيست، هيموراجيك سيست، كولويد نوديول، هايداتد سيست، خراج، برانكيال كليفت سيست رقم 4. لو لقيت سوليد ماس، فانت ما بين الادينوماتس نوديول اللي هي بناين سوليد نوديول، الكارسينوما بانواعها الاربعه، والميتاستاسيس. هذا هو الديفرنشال دايجنوزس بالالترا ساوند. نيجي بعد كده للبارا ثايرويد جلاند، واحنا عارفين ان البارا ثايرويد موجودين ورا الثايرويد، الابر موجودين في نص الثايرويد، واللور موجودين عند اللور بول. الكتب بتقول ان اي واحد ممكن يكون عنده اب تو 12 وحده بارا ثايرويد جلاند، وفي ناس عندهم اقل من 4، وفي ناس عندهم اكتر من 4. الحجم بتاع البارا ثايرويد 6 × 4 × 2 مليمتر، والوزن بتاعها حوالي 50 ملي جرام. دولت الانسيدنس اللي هو حوالي 6% من الناس عندهم اقل من 4، و12% من الناس عندهم اكتر من 4.
وحوالي 20% من الكيسز عندهم اكتوبيك باراثايرويد، يعني مش موجودة في المكان الطبيعي بتاعها. ودولت النقط السوداء دي هي الأماكن اللي ممكن تكون فيها الباراثايرويد اكتوبيك، زي واحدة مدفوسة جوه الثايرويد جلان، أو في الريتروفارينكس، أو في الكاروتيد شيز، أو في الميديستاينم. كلكم عارفين طبعا موضوع الإكتوبيك باراثايرويد في الميديستاين. العيان دوت عنده شوانوما اللي هي بوستيريورلي لوكيتد، وعنده إكتوبيك باراثايرويد. مين اللي قال لك إن ديت إكتوبيك باراثايرويد؟ إن العيان عنده هايبر باراثايرويدزم. ودورت فوق ما لقيتش حاجة، ودورت هنا لقيت فيه واحدة، يبقى هي ديت الإكتوبيك باراثايرويد جلاند. الباراثايرويد فيها حاجتين رئيسيتين، اللي هما باراثايرويد أدينوما باراثايرويد كارسينوما. الأدينوما طبعا هي the most common، والكارسينوما is extremely rare. الباراثايرويد أدينوما هي المسؤول الأول عن الهايبر بارا ثايروديزم، أو the primary هايبر بارا ثايروديزم. من ناحية الإيميجينج في الألتراساوند أو في السي تي أو في الإم آر، إن معظم الباراثايرويد أدينوماز لحد 90% بيبقى سوليتري، وفي بعض الأحيان بيكون مالتيبل. الأسباب بتاعة الهايبر بارا ثايروديزم، البارا ثايرويد أدينوما 85%، بارا ثايرويد هايبر بليزيا 12، مالتيبل أدينوماز 2، كارسينوما 1% أو أقل، لأن الكارسينوما أصلا نادرة الحدوث. البارا ثايرويد المكان بتاعها ورا الثايرويد جلاند، و أيام زمان كانوا بيقولوا لنا كده مفيش لازمة للإيميجينج، لأن إحنا عارفين إن العيان عنده هايبر باراثايروديزم، وإحنا نفتح رقبته ونطلع الباراثايرويد. بعد كده بقى فيه لازمة للإيميجينج، لأن الباراثايرويد ممكن تكون إكتوبيك، وممكن ما تكونش على الناحية اللي هو فتح عليها، وبدل ما تفتح رقبة العيان بالعرض تفتح بالطول في حتة صغيرة، يعني شوية حاجات كده. نمرة واحد، الانديكيشن فور ايميجينج في الريكرنت كيسز، واحد كان عنده باراثايرويد ادينوما وشلناها ولسه عنده هايبر باراثايرويديزم، يبقى جايز في واحدة تاني. يونيلاترال سيرجيكال اكسبلوريشن، عشان الناس اللي ما بتحبش تبهدل رقبتها بالجراحة، وعاوزة فتحة صغيرة وتكون تجميلية وتكون معرفش مين، حاجة زي كده. A detection of adenoma ectopic بالذات بتاعة الميديستاينم. Detection of other lesions، لأن 50% من الناس ممكن يكون عندهم associated thyroid pathology. و decrease surgical complication وال operative time. And this is the appearance of parathyroid adenoma، زي الفاصوليايا تقريبا في حجم السنتي، ولما تعمل دوبلر تلاقي عندها ارك لايك فاسكولاريتي على الحرف بتاعها. في الايزوتوب بيعملوا اللي هو اسمه تكنيشيوم سيستاميبي وتكنيشيوم اسمه ايه التاني، تكنيشيوم 99M. التكنيشيوم العادي بتاخده الثايرويد جلاند، والسيستاميبي بتاخده الباراثايرويد. فانت الاول بتصور بعد الحقن بربع ساعة، وبعدين تصور بعد الحقن حوالي ساعة ونص، وبعدين تطرح الاتنين من بعض. اللي بعد ساعة ونص ده بتاع الباراثايرويد، واللي بعد ربع ساعة بتاع الثايرويد. فلما تحط الاثنين على بعض كده وتطرح ده من ده، يطلع الباراثايرويد ادينوما اللي هي اللي اتبقت في الصورة بعد السبتراكشن. في حاجة في الليتريتشر اسمها 4D CT، اللي هو تقريبا يعني تراي فيزيك ستادي بالنسبة للباراثايرويد جلاند، انك انت بتعمل الاول وزود كونتراست، وبعدين تحقن صبغة وتعمل ارتيريال فيز، وبعدين تعمل ديليد فيز.
ايمنج على ان البارازيرويد اللي هي السفيف دوت كده بياخد صبغة في الارتيريال فيز وبعدين يفضي في الديليت فيز زيه زي اي حاجة تانية. لكن انا شخصيا ببقى شايف ان احسن من كده بكتير الام ار، بس يكون فيه ستير ايمجز. الستير ايمجز بيعمل سبريشن تقريبا لكل حاجة ما عدا البارازيرويد ادينوما اللي هي بتبقى منورة قوي كده في الفيلم، وديت تقريبا يعني لو كان البارathyroid adenoma موجودة بيبقى أفضل واحد في الـ pulse sequences علشان to detect الـ adenoma. زي كده إن you have this image and you see a high signal ورا الـ thyroid gland. طبعا الـ PET CT والـ SPECT والكلام ده كله ممكن يوري الـ uptake بتاع الـ parathyroid adenoma، وفي بعض الناس بيستخدموه كوسيلة لتحديد مكان الليجن، لأن ممكن تعمل ألترا ساوند وسي تي وإم آر وما تعرفش برضو تحدد المكان. نادر قوي لما الباراثايرويد أدينوما تبقى أكبر من سنتي أو 2 سنتي، لما تبقى ضخم كده زي ديت مثلا ممكن تفتكرها برونكوجينيك ولا حاجة. دان في الايزوتوب سكان وفي البيت سكان وبعد البيوبسي طلعت ان هي باراثايرويد ادينوما ايه تيبيكال عشان الحجم بتاعها وعشان طبعا موجوده انسايد ذا ميديستاين. الباراثايرويد ادينوما ممكن يحصل فيها سيستيك تشينجز وساعتها مش هتعمل سيجنيفيكانت ابتيك في البيت سكان ولا الايزوتوب سكان، ولكن طبعا ده بيخلي المكان بتاعها اوضح شويه بحيث انك انت تعرف توصل له. الباراثايرويد كارسينوما الانسيدنس بتاعها 0.5 في المليون، وان هي في بعض الاحيان ممكن تبقى اكتيف وتتسبب في هايبر باراثايرويدزم. والناس بتقول انك انت عشان تعرف ان ديت كارسينوما ولا لا بتلاقي الباراثايرويد هرمون عالي جدا في البلاد، هو الطبيعي بتاعه 10 بيبقى 300، وان الكالسيوم بيعلى شويه لكن هو الباراثايرويد هرمون او الباراثرمون يعني هو المعول الاساسي. لو عملته وطلع عالي قوي فبتعرف ان ديت مش ادينوما ولكنها كارسينوما. طبعا علامات اخرى للكارسينوما اللي هو invasion of the adjacent structures، vocal cord paralysis، hypercalcemia و metastatic lesions. الـ incidence of recurrence عالي جدا، يعني كل واحد من كل 3، وعشان كده الـ follow up دايما بيبقى مستمر إلى مدى الحياة تقريبا. Parathyroid carcinoma عملت hyperparathyroidism and you see a mass posterior to the thyroid gland، ممكن تقول عليها أدينوما، لكن بما إن هي أكبر من الطبيعي وفيها internal breakdown وكده فبعض الأحيان ممكن يبريدكت، ولكن ده مش مستحب الحقيقة إنك أنت تشخص باراثايرويد كارسينوما لأنها يعني إلى حد ما نادرة الحدوث. And this lesion you see a big lesion infiltrating in the thyroid وبطة التراكية ونزل retrosternal وكده، فمن الأحسن إنك أنت تقول عليه ثايرويد كانسر بدل ما تقول عليه بارا ثايرويد كانسر، بالذات إن الثايرويد كانسر أكتر بكتير من البارا ثايرويد، لكنه بالبايوبسي طلع بارا ثايرويد كارسون.